مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا إلى شارع السور من تلفزيون دولة الكويت. الشكاوى لا تتوقف من الخدمات الصحية في البلاد، والأرقام تؤكد أن هناك فقط نحو 20 سريرا لكل 10,000 شخص، يضاف إليها نقص في الكوادر الفنية من العمالة الوطنية وغيرها، وتزايد الإنفاق على العلاج بالخارج الذي يستهلك سنويا أكثر من 10% من ميزانية وزارة الصحة. وبالرغم من جهود الحكومة التي أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار ونصف على الرعاية الصحية، إلا أن التساؤلات مشروعة. لماذا تصرف كل هذه الميزانية التي تجاوزت 400 مليون دينار على العلاج بالخارج؟ لماذا توجد لدينا مشكلة الأسرة وقلة الأطباء؟ أين القطاع الخاص من الرعاية الصحية؟ في المقابل، مستشفى جابر وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 98%، وهو صرح طبي كبير، وحتى الآن لم يفتتح بشكل رسمي. ما هي المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية 2016-2017 والتي ترسم لنا آفاق الرعاية الصحية في البلاد؟ ما هي القرارات التي أصدرها وزير الصحة لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين؟ كذلك من التساؤلات التي نطرحها في هذا اللقاء مع ضيفنا: الخدمات الصحية في البلاد أين مستواها من المقارنة بالخدمات الصحية في دول المنطقة؟ هذه الأسئلة وغيرها نرحب جميعا معكم بضيفنا الكريم الدكتور جمال الحربي وزير الصحة. حياك الله دكتور. شكرا على استضافتي ومسي على المشاهدين بالخير. الله يرحمك. رحب الدكتورة ندى المطوع كذلك زميلتنا في البرنامج، حياك الله دكتورة. الله يحييك ومعاكم اليوم، وأشكر المشاهدين على هذا العدد الكبير من الأسئلة اللي وصلنا، وتابعونا مع ضيفنا العزيز. ملفات كثيرة اليوم دكتور معك في الرعاية الصحية في دولة الكويت، يعني حديث كل الناس، تخص كل بيت، تخص كل ولي أمر، تخص كل فرد مواطن ومقيم، وبالتالي اليوم يعني الكل يوجه هذا السؤال. دكتور جمال الحربي من يعني تولى مهام الوزارة في وزارة الصحة، شنو خطتك في البداية يعني لما فكرت في النهوض بقطاع الخدمات الصحية في البلاد، وخصوصا أن حضرتك يعني كنت وكيل الوزارة مساعد، وأيضا تدرجت في الوظائف الإدارية، طبيب في وزارة الصحة، وبالتالي ما أنت بعيد عن الجسم الصحي في دولة الكويت. نعم، أول أشياء اللي حبيت أفعلها وأسويها هي أول شيء إعادة الثقة في الرعاية الصحية. أول شيء عندنا الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية هي الثانوية والتخصصية مهمة عندي. فإعادة الثقة للمواطنين بالرعاية الصحية هذا أهم شيء كان عندي، أول خطوة اللي حبيت أني أطبقها. وبعدين الشغلة الثانية المهمة كانت عندي تسهيل الخدمات العلاجية للمرضى بطريقة سلسة. بعد ما قمت بزيارات المستشفيات والرعاية الأولية المستوصفات، لاحظت في أشياء كثيرة في خاصة في الحوادث عندنا في مستشفيات اللي هي البابليك الثانوية العامة. لاحظت أن الزحمة فيها والحالات كثيرة قاعد تكون موجودة في الانتظار، السعة في الطوارئ، نعم، في أقسام الحوادث السعة ضيج المكان والأعداد كبيرة. عرفت الآلية طريقة المرضى اللي يجون من طريق من الرعاية الأولية للمستوصفات، يجون بعضهم بدون تحويل، حالات اللي مو حرجة. في عندنا 5 أنواع من الحالات، من مثلا الخامسة للأولى، الأولى هي الخطرة حيل، أو يسمونها الجرين واليالو والريد اللي هي الفرز الطبي. فعندنا حالات هي تجي من المستوصفات على طول تجي للمستشفى، ويصير الزحمة، وخاصة إذا حالات طارئة تحتاج الدخول أسرع. فاحنا شخصت هذا الوضع؟ نعم، احنا مطبقينه بالحوادث. عندنا نظام الفرز اوريدي موجود، النظام هو الاحمر والاصفر والاخضر. من يفرز، طبيب ولا عاده الطاقم الصحي؟ هو يكون ممرض ومتدرب الموضوع هذا بقياس الفايتال ساين، الاشياء المهمه في حاله المريض، الحراره. موضوع الرعايه الصحيه، نعم، هذا دكتور، نعم، هل هو اول ملف حرص عليه دكتور جمال الحربي في انه يعني يغير في شكل هذا الملف، ولا في اولويات ثانيه عندك ضمن النظره للنهوض بخدمات وزاره الصحه؟ لا، هي كثير اشياء، كثير النقاط. اول شيء انا حبيت اعرف شلون اسهل خدمات، قلت لك الرعايه الصحيه حق المرضى، طريقه تكون سلسه. حبيت اشوف السعر المكان في المستشفيات اللي هي المستشفيات العامه، خاصة لاحظت أن الأسرة والملاحظة مكان ضيج والأعداد كبيرة. حبيت حتى كلمت الإدارة طريقة توسعة من طريقة المكاتب، الغرف، العيادات اللي يم الحوادث، أن تفتح خاصة مساء،
اللي بعد يكون العيادات عندنا بعض. ايش تقصد بالمكاتب؟ يعني مكاتب اداريه؟ في غرف اداريه، في غرف موجوده عيادات ما قاعد يداومون بالليل فيها، فتفتح فيها عيادات مجهزه في خاصة الحالات اللي مو خطرة، اللي ما تحتاج ملاحظة أسرة، الحالات يسمونها الجرين الأخضر، اللي ما تحتاج أي شيء انتظار أو ملاحظة دقيقة يكون فيها، ممكن الطبيب يكون في غرفة ويعالج المرضى هذا ليخفف الضغط، لأن 70% تقريبا من الحالات اللي هي حالات بسيطة مو حالة تحتاج تدخل يعني فيها ملاحظة ومتابعة دقيقة، فهذه ممكن علاجها عن طريق الغرف المكاتب العيادات هذه. طيب. هذه طريقة الآلية اللي حبيتها. بعدين طريقة الانتظار دخول المريض للأجنحة، مرات المريض ينتظر في الحوادث فترة طويلة عشان الغرف فوق يسوي له دخول ياخذ له وقت أطول، فيصير الزحمة في غرف الانتظار في الحوادث. فالآلية لازم في أطباء فريق يتابع الحالات في الأجنحة، أن الحالة يحاول يسرعها أنها تطلع مبشرة. مثلا في بعض المرضى يكون منتظر بالغرف بالسرير مجرد لا فوق الأجنحة، ممكن سبة أنه يبي ينتظر عشان موعد أشعة قاعد أو تحاليل معينة. ففي فريق اللي هو يخلص المواضيع هذه ويسهل خروج المرضى، على الأقل تيرن أوفر يصير أسرع في الأجنحة عشان المريض بالحوادث يقدر يصعد والغرف تكون أسرع أسهل. هذا أحد الحلول اللي حبينا نحلها. طيب. شغلة ثانية مهمة عندي، المستوصفات. طلبت من كل منطقة صحية على الأقل اختيار مركز لمركزين من الرعاية الأولية المستوصفات، أنه في يكون مثل قسم حوادث مصغر حق الحالات اللي مو خطرة في المستوصف نفسه. المستوصف خاصة كبيرة. الحين أعطوني أسامي المستوصفات وحنطبقها، يكون في أسرة للملاحظة لساعات معينة اللي تكون مو حالة حرجة، حالة حرجة يروح على طول المستشفى، فنخفف الضغط في المستشفيات العامة. هذا أحد الطرق اللي قلنا. وهذا راح تبقونه أن تختارون مستوصفين في كل منطقة. تقريبا أنا طلبت من كل مستوصفين في كل منطقة. مع فكرة إعادة الثقة، وقلت هذه يمكن أولى خطواتك لي يعني اللي فكرت فيها بالنهوض بالعمل بوزارة الصحة. معناها أنه الثقة يعني شوية مهتزة أو مش موجودة عند بعض الناس للأمانة أمام الخدمات الصحية في البلاد. البعض يرجعها إلى طبيعة الخدمة الصحية ويعني والدورة مالت الخدمة اللي تفضلت فيها. البعض يتكلم عن مستوى الرعاية الطبية نفسها كجودة خدمة من تمريض من طبابة من الأطباء. هذا يقودنا لموضوع إعادة الثقة وموضوع الرعاية الصحية الأولية. اليوم دول المنطقة والدول المتقدمة في هذا المجال تولي الرعاية الصحية الأولية بحيث أنه أيضاً تدريب الأطباء للسنوات الأولى من عملهم يكون في هذا المكان، يشتمل على معرفة الحالات الحرجة، التعامل مع الحالات الخطرة، التعامل مع الإسعافات الطبية الأولية، أخذ التدريب اللازم حتى يقضي الطبيب سنوات الأولى في هذه الأماكن اللي هي تقرر وين يروح المريض عقب. نعم. هذا الملف ما تعتقد أنه يعني يجب أن يكون أيضاً له الأولوية؟ نعم. أنا أول ما ركزنا عليه الرعاية الأولية رفع مستواهم، لأن هي الدفاع الأول مهم عندي. المرضى ما يحتاج يروح مستشفى إذا كانوا المستوصفات أو الرعاية الأولية مستوى عالي مستوى ممتاز. قرار قريب حطلعه موضوع تدريب الأطباء كلهم بالرعاية الأولية، دخول دورات اللي يسمونها دورات الحوادث المتقدمة ATLS، يعرفونها القلب يعرفونها والانعاش القلبي ACLS هذا متقدم، وللتمريض في دورات معينة البيسك اللايف سبورت إجباري على كل إجباري على كل أطباء اللي هي عندنا. إحنا نوع من الأطباء عندنا أطباء الرعاية الأولية الفاميلي ميديسن، وفي الأطباء هو الجي بي الآن، فهذولا لازم اللي ما عنده الدورة لازم يدخل الدورة حتى الممرضين نقاض الحياة. شنو أهميتها هذه؟ مهمة عندي لأن أي حادث يصير أي شخص المستوصف يعرف الطبيب شلون إجراءات الخطوات يسعف فيها المريض. طب الطوارئ الآن هذا مجال يعني علم يدرس بحاجة. في الرعاية الأولية ما عندهم مثل قسم الطوارئ الحوادث عندنا بأقسام المستشفيات، فلازم يكون مستواهم عالي، ولازم كل سنتين في فترة معينة اللايسن الرخصة تنتهي، لازم كل سنتين أو أربع سنين يرد ياخذ مرة تجدد مرة ثانية. حتى التمريض مهمين عندي، ووضع الأجهزة حتى أجهزة اللي هي AED الأجهزة اللي ضربات القلب في أجهزة معينة، هذه خطتي أنها تكون بالرعاية الأولية. الحين مو موجودة المستوصفات، مو كل المستوصفات، في أجهزة اللي هي ما يحتاج يعني هي أوتوميتد من إلكترونية جهاز على لزقتين وجهاز من نفسه يعطي صدمة للقلب إذا احتاج المريض، إذا ما احتاج ما يعطي يعني بالكمبيوتر والجهاز هذا. الجهاز يقرر. يقرر على طول. فهذا سرعة غذاء، لأن كل دقيقة إذا وقف القلب المريض فرصة حياته 7-10% تنقص. فخمس دقائق 50% تروح من حياته فرصة حياته. فأول خمس دقائق لست دقائق مهم للمخ
الأكسجين لما وصل. صحيح. فالطريقة هو عضلات القلب. فعندنا سرعة بتدخل في هذا خاصة في المستوصف والرعاية الأولية. فهذا حيكون يطبق على كل الأطباء والممرضين في الرعاية الأولية. هذه مهمة عندي هذه فيها. نعم هذا أهم شيء اللي أنا اللي بان هذا أهم شيء فيها اللي هي تقريبا القرار هذا يطلع. دكتورة موضوع بناء الثقة بين مقدم الخدمة وبين متلقي الخدمة الناس كيف يكون؟ طبعا من أصعب الأمور أنك تكون مسؤول عن وزارة خدمية مثل وزارة الصحة والتعليم وغيرها من وزارات الخدمات، لأن الفيدباك أو التأثر بهذه الخدمة يكون بشكل مستمر، والنتيجة دائما متلقي الخدمة يلوم الوزارة فورا بأن أنا غير راضي، لأن أنا كمريض أبي بأسرع وقت أحصل على أحسن خدمة. مثل ما تفضل ضيفنا العزيز في البداية لما تحدث عن نقطتين اللي هي الكواليتي وسيرفيسز، نوعية الخدمة، وهذه طبعا مهمة صعبة جدا، مهمة إدارية مو طبية، إدارية بحتة. وأنا يعني سعيدة بلقاء طلبتنا من طلبة الهندسة الصناعية، هندسة الإدارة الصحية، لأن فعلا محتاجين إداريين لهذا الجهاز. عملية بناء الثقة تأتي ب يعني النتائج اللي أنت تكون راضي عنها كمواطن، تشعر بأن أنت محط اهتمام الدولة بقطاع الصحة وبجودة عالية، ولكن وجودة عالية بس بشكل واقعي. يعني إحنا مثل ما التعليم وهي خدمة مقدمة ونشوف ناتجها من أبنائنا، تميز بها القطاع الخاص لأنه استطاع مثل ما تفضل ضيفنا بالألوان، اليوم حتى تصميم المستشفيات تغير، أصبحت عندك خطوط ملونة. الجزء بس اللي غاب عن حوارنا في بداية حديثنا هذا هو الوعي لدى المواطن نفسه، ترى المواطن شريك بهذا كله. هذا جينا عليه بالضبط. إيه لازم أكون واعي كمواطن، أعرف أتعامل مع المسن، ما ألوم الوزير فورا اليوم تعب اليوم، لازم تكون عندي المبادئ قبل لا تخصص المستوصفات، لازم أنا أكون عارفة وين أوديه، لأن أنا أمامي إما اختيار فورا طوارئ المستشفى أو محطتين، شلون أحدد أنا كمرافق لمريض؟ فأنا أعتقد بأن إن شاء الله يعني بعد البرنامج نخرج باستراتيجية خاصة لتوعية المواطن تشارك فيها وزارة الصحة كأفراد، إحنا كأفراد وطبعا جمعياتنا في العام. موضوع القرار أن نترك القرار للمواطن دكتورة أعتقد يعني أيضا صعب، يعني أنا اليوم لما أشوف حالة طارئة عندي ما أعرف وين أروح، المستوصف أو المستشفى، على أي أساس بتروح؟ لأن في تجارب سابقة، في ضمير الناس وفي وعيهم ثبت أن لما أروح المستوصف يقول مالك شيء عندي روح المستشفى. صحيح. فبالتالي يقول لك أنا أختصر الطريق وروح المستشفى. والمعالي الوزير يؤكد على موضوع إعادة الثقة، يعني الثقة هي شوية مرتبكة، ونتمنى يعني من معالي الوزير وطاقم الوزارة في يعني أن النجاح في هذا الملف وتواصل مع المستوصف. لا. لأن مثل ما تفضل الوزير المستوصف رح يتحول إلى مستشفى صغير، وهذا هذه الفكرة اللي كانت مبنى نخليها مستشفى مصغر. أنا بعيد الثقة، أبي المواطن أو المقيم ما يروح المستشفى على طول، يبي يقول أروح المستوصف أحسن عندي من المستشفى إذا توفر أنا في كل الخدمات وهذا اللي بسويها. أبتدي لو بايلوت ستدي في كل منطقة مركزين، أقدر أجهزهم طريقة معينة، تدريب معين، قسم الطوارئ يكون فيه كحوادث مصغر، الحالات اللي قلنا غير حرجة جدا، أما الحالة حرجة يكون مدربين عندي الأطباء كلهم رعاية أولية. هذا مهم عندي، لازم أعيد الثقة المواطن، المواطن معه حق لما يكون عنده يقول لا والله عندي مستوصفات لهالدرجة المستوى مو لهالدرجة اللي أنا أتوقعها أبيها، فأروح المستشفى. فأنا بيجي يوم ودي يقول لا والله ودي أروح المستوصف، ما أبي زحمة المستشفى. هذا اللي ببالي الخطوة هذه، هذه اللي ببالنا مهمة عندي، لأن إحنا عندنا فوق 95 مستوصف الكويت، فتدريجيا حبتدي تدريجيا بس تدريب حق الكل، بس أجهز على الأقل مستوصفين في كل منطقة. هذا يقودنا إلى فكرة المركزية دكتور، يعني اليوم الكويت تعداد سكانها تقريبا 4 مليون بين مواطن ومقيم، ومتوقع حسب خطة التنمية الأعداد تقول إنه راح يوصلون إلى 6 مليون في 2030. هل المركزية راح تبقى أنه الورقة هذه تطلع من المستوصف وتروح المستشفى ويقرر ولا ممكن تصير تعطى الصلاحيات للمناطق الصحية؟ أنا اليوم عندي 6 أو 7 مناطق صحية في الكويت بما فيهم الصباح الطبية. يعني فكرة أنه تصير المركزية كعامل إداري في قضية تنظيم التعامل بين الوزارة ويرجع القرار للمنطقة الصحية، بحيث أنها تصير وزارة مصغرة لها كامل الصلاحيات الفنية والإدارية والمالية. نعم، هذا كان في أول اجتماعي مع مدراء مناطق الصحية، قلت لهم أنا بعطيكم صلاحية كاملة
بس أنا أصير ريجوليتر كمراقب لكم كوزارة الصحة وأنتم وزارات مصغرة يدرون في هذا الموضوع. تدريجيا أنا أبي حاسبكم على كل شيء، أعطيكم صلاحية بدنا حاسب كل منطقة الإدارة كلها حاسبها. الصلاحية في من ناحية مراقبة مثلا العقود اللي تصير في كل مستشفى، الرعاية الصحية، شكاوى المرضى يحلونها، ما بك وزارة الصحة يتي لي أنا كمركزية أبيكم أنتوا تحلونه. إذا يولي معناته في خلل عندكم في هذا محل التنفيذ الآن، هذا الحين بالبداية أنا قايل لهم وقاعد أتابع إياهم تدريجيا، وأبي أنا مو بس أنا أسوي زيارات المستشفيات والرعاية، أبي كل منطقة كل واحد في منطقته هو يقوم بزياراته الليلية ويمر على كل مستشفى، لأن أنا ما أمر على 95 مستوصف خلال فترة قصيرة، مستحيل. فكل واحد يمسك له منطقته ويتابع إياها، وأي ملاحظات لما تي لي معناته في خلل عندك أبي أتقل، ما تقدر تنهيها تدريجيا، أبي أتقل الملاحظات السلبية تنحل. شوفوا لي الزحمة، حلوا لي الحوادث، أنا طلبت منهم مو بس أنا أي وحلها، شوف الحوادث شنو الحل، السايكل لما يدخل المريض ويطلع واللي ما يتفاعل معك دكتور يتفاعل، لا هذا لحد معين انا قايله خلال ثلاث شهور الفتره اللي ماسكها ببتدي عاد اغير سياسي معاه. هذا يقودنا الى ملف محاسبه المقصرين، محاسبه لازم نتكلم فيه بعد شويه. نعم. موضوع مستشفى جابر، مستشفى جابر يمكن طرحناه مع وزير الاشغال معالي وزيره التنميه، وزراء سابقين حاليين، اي مسؤول يطلع في الاعلام الكويتي الحكومي او الخاص يتكلم عن مستشفى جابر، ايش قصته؟ يعني ليش مو راضي يتشغل التشغيل الفعلي الرسمي الفني الكامل؟ نعم. اولا مستشفى جابر مثل ما عارفينه هو صرح طبي كبير، يعني ميجا هوسبيتال، اسر عدد الاسره 1168 سرير، فوق 100 عياده و166 غرفه عنايه مركزه و26 عمليات، مبنى كبير. احنا بدينا بالاسنان في شهر 11 اللي فات تقريبا 65 عياده خارجيه شغاله قاعد يشوف الحاله، اي قاعد يشوفونها يعني كثر ما الحالات قاعد يشوف الحالات عندهم، يعني لا لا يعني اقصد في مراجعين ولا في مراجعين في مراجعين قاعد يراجعون الاسنان، مركز الاسنان. بدينا مستشفى جابر من 5 فبراير في هذا الشهر بديت تدريب الاداريين إداري. هذه مهمة عندي لأن 50% من نجاح أي مستشفى هي الإدارة. أول ما يدش المريض لما يشوف مستشفى إدارة والاستقبال سيء، حتى لو كان خلفهم طبيب شاطر، حيقل ثقة المريض أو المقيم أو المواطن، فتقل ثقته بالطبيب، لازم الطبيب يثبت جدارته عشان يبين يرجع الثقة في هذه. فهي الإدارة الأولى هذه مهمة، هذه وايد مهمة عندي بالنسبة لي، لاحظتها عندنا. من وين جبت هالستاف الإداري؟ هل هو نقل من المستشفيات الأخرى؟ أنا المدير المنطقة أو مدير تختار الإداريين المعنيين، جبت خبراء اثنين أعطوهم دورات تقريبا 50 إداري، هذا تدريجيا اللي قاعد أسويه الحين، هذا مبتدأ العدد. بعدين أوديهم مرحلة المتوسط للأدفانس الليدرشيب القياديين أبيهم. الفكرة الثانية عندي الفكرة أن أهم شيء قد مثل ما قلنا الإدارة، إدارة أجنبية بعدين هتكلم عنها كفكرة هذه، بس أنا خلال الوقت أبي أستغل الوقت الزمني، لأن الإدارة الأجنبية تأخذ وقت شوي على ما تي الإدارة واتفاقية مع دول إدارة نتمسك. أنا بالأخير فكرتي أن أطعم مع الكويتيين ليدرز أو قياديين من أجانب من برا. قابلت أنا يوم رحت زيارة المكاتب الصحية هتكلم عنها صحيح. قابلت إدارة الصحية في بريطانيا وقعدت مع مؤسسة هي اللي طريقتها عندها خبرة في الإدارة الصحية في مستشفيات يعني معروفة عندهم لندن هوسبيتال، فهي اللي ماسك الإدارة، فهذه الخطوة اللي بعدها. بس وقتها لما تستعين بالإدارة الأجنبية أنا حدرب اللي عندي الكويتيين، ما حتخلصون منهم عشان شيء أنا بدرب الكويتيين وخليهم عندي ادربهم وبعدين أطعمهم مع خبرة. فكرتي أن أطعم مع الكويتيين معهم أجانب الأخير الفكرة هذه. موضوع أنه مستشفى جابر للكويتيين فقط، موضوع مستشفى جابر إنه للمتقاعدين، موضوع مستشفى جابر إنه لأهل المنطقة، ولا كل المرضى في الكويت، وين راح الموضوع؟ أوكي. مستشفى جابر أول شيء حيكون افتتاحه تدريجين فيزز مراحل. أول شيء الإدارة مثل ما قلنا، بعدين العيادات الخارجية لأن ما تحتاج غرف أجنحة، وهذا عيادات نفس الأسنان. بعد الخطوة اللي وراها الأجنحة هي الغير جراحية، هي الباطنية والأطفال. لما أشيل الضغط من مبارك والمستشفيات اليم، حترتاح المستشفيات الثانية من ناحيه الغرف العمليات قصدي والاسره الاجنحه، يعني حيستغلون اجنحه الباطنيه لان اخذت من الباطنيه الاطفال. بعدين غرف العمليات الجراحيه الاجنحه وغرف العمليات، بعدين العنايه ومع العنايه المركزه، وبعدين اللي هي الاجنحه التخصصيه. مستشفى جابر بدايه حيكون تدريجيا
كويتيين وهذا أنا اللي بانا ما يعني كويتيين أول شيء البداية حيكون منطقة قرار خلاص ولا أي ولا أي يتغير مع الضغوط لا الحين بدأ قرار كويتيين يعني هذا اللي هذا الكويتيين أول بداية لأن هي العلاج في كل مكان نفس العلاج حيكون ما في فرق بصراحة كويتيين لأهل المنطقة أول شيء بداية أهل المنطقة اللي حوالي حتكون بار الكبير معها تدريجيا لأن ما حد أنت على بعد سنتين مستشفى الجارة هيفتح تقريبا الجديد فأكبر من مستشفى جابر 1200 مو 1168 سرير فحيكون أكبر فلما يفتح هذا خفف الضغط هناك واحد بالمنطقة الجنوبية بعد يساند العدان وفي بالعدان تقريبا 637 سرير المبنى الجديد للعدان يعني حيبتدي في توسعات عندنا المشاريع حتكلم عنها بعدين المشاريع هذه طيب دكتورة التجارب الناجحة في الدمج ما بين موضوع الإدارة الناجحة في إدارة المستشفيات مع الستاف الطبي يعني نشوف المستشفيات في أوروبا مثلا يكون في مدير إداري يدير كل ما يختص بالمستشفى من تطوير وخدمة وغيره ونظافة ورعاية وضبط جودة زائد في مدير طبي مقيم هو المسؤول عن الجانب التكنيكي الفني صحيح هالتجارب الناجحة وين شفتيها؟ شفتها في دولتين في بريطانيا وفي أمريكا الولايات المتحدة القانون صار بشكل غير عادي يعني أنت عندك طفل توقفك إدارة المستشفى ما يركب الطفل إلا بمقعد بس هذا الطفل بحضنك أنت كوالدة يعني راح تقعد وراء مو سيارتي تاكسي أبدا ممنوع والمخالفة ضخمة جدا أنت كزائر هناك لا تملك إلا اتباع القانون لأن كسر القانون مكلف جدا وفعلا يورطك السبب أنا فهمته هني لما جيت مستشفى الأميري ورأيت بعض الصراحة مستهترين من الأهالي اللي أبنائهم بحضنهم وصار الحادث لأن الأب لا يعي بأن خطورة وضع الابن على حضنه أنا شنو ذنبي لما أنطر شخص غير يعني بهذا الاستهتار وياخذ من وقت المستشفى والأطباء كان الأجدى أن يوضع هذا القانون ليمنع هذا النوع حفاظا على أبنائنا إحنا يعني الدولة حاطة ميزانية ضخمة للحفاظ على هذه الأرواح فالوعي يخفف من الضغط الصحي إذا فعلا وعى المواطن أنه يستخدم الخدمات بشكل جيد في بريطانيا تعرفت على نقل القطاع العام إلى القطاع الخاص الآن الناشنال هيلث في بريطانيا يشبه الكويت وعلى فكرة حتى مجلسهم جلسة تريسا ماي في تجارب ترى لنقل القطاع العام للخاص فشلت في بريطانيا ورجعتها الحكومة إلى الحكومة لا اليوم صار فيه دمج مثل ما تحدثنا قبل قليل بوتيكات يسمونها اليوم رئيسة الوزراء واجهوها بأسئلة احنا غير مسؤولين عن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي قبل الانفصال لأنهم يشاركونا بالخدمات الصحية والمواطن البريطاني يشتكي اليوم هذه المستشفيات العامة بدأت تخصص جزء صغير أنت تدفع حسب تقييمك للحالة يمكن حالتك مو طارئة بس ما تخلي المستشفى تقرر روح انطر في الغرفة هناك أنت بالنسبة لك الشخص اللي معاك أو أنت حالة بالنسبة لك يعني مسألة حياة أو موت لأنك حساس أو تتفاعل بشكل سريع ادفعه واخذ هذه الخدمة فهذا الدمج أو وضع الاختيار أمام المواطن أو المقيم أو السائح والمستشفيات للجميع هناك لأن فيها الجزء الخاص بالإضافة إلى التأمين الصحي على غير البريطانيين حتى لو لم يستخدموا هذا المبلغ ما يرجع لهم دكتور أيضا فكرة تطوير يعني الإدارة الطبية الأجنبية يعني أنت تقول التقيت في بريطانيا حدثنا عن هالتجربة بتوسع شوية شنو شفت المميز في تجربتهم في إدارة المستشفيات وتحب تنقلها للكويت البداية من مستشفى جابر نتمنى وإذا نجحت يعني هذه الفكرة لأن ما نبي نقول تجربة ملينا تجارب وإحنا نطبق ولا نرى نتيجة أنها تنتقل أيضا إلى مثلا المناطق الصحية الأخرى نعم اللي شفته في بريطانيا تجربتهم صراحة يعني طريقة سلسة تكون مريض لما طريقة استقباله طريقة تحضير الملف لما ينقله للجناح أو للعيادة أو لهذا طريقة سلسة ماشية بسيستم واضح المرضى عارفين وين هم يروحون وين المكان يروحون ما في طريقة يعني عدم الانتظام في الموضوع هذا طريقة أصلا استقبال مو بس فقط استقبال المرضى طريقة توعيتهم وعطائهم الإرشادات طريقة حلوة وسلسة طريقة يفهمها المريض أصلاً طريقة لما أشوف أنا أشوفهم قدامي شلون طريقة يقابلون المرضى وشلون يودون المريض وشلون يشرحون للمكان فكانت وايد واضحة طريقة ابتسامة أول استقبال المريض كل حلوة. كل البشر من كادر إداري وطبي بهذه الطريقة اللي عجبتك
تدريجياً حنقدر ننجح فيها. هي مستشفى جابر حتكون هي البايلوت أو هي الأول شيء حنطبقه فيها. النموذج المهم إذا نجح فيها وحينجح إن شاء الله. حينجح في الأماكن الثانية وهذا أنا متوقع إن شاء الله. بس لازم أطعم معهم فريق أو من ليدرز من الأجانب اللي عندهم خبرة عالية في هالموضوع هذا. يعني في ناس فكرة إنه يقولك يأخذ الأجنبي على طول كل إدارة كاملة. ففكرة هذا إحنا جربناها في اتفاقيات معينة. للأسف القلب. مثلاً في بعض الاتفاقيات ما نجحت. ليش؟ لأن بصراحة اللي تنجح فيها هي المستثمر استراتيجي لما يدش معك مستثمر فيها نسبة قطاع خاص يدش معك مستثمر استراتيجي بالعالم مثل كليفلاند دول أي دول بأمريكا أو بريطانيا عالمية تأخذها كإدارة وتدخل معك كمستثمر نسبة معينة مع هيئة الاستثمار مثلا كانت في فكرة مستشفى جابر بس أنا بالطريقة هذه لازم يكون دفع في نظام هي التأمين الصحي أنا الفكرة اللي بعدها وهذه مهمة عندي النقطة هذه حق الكويتين وهذا بدخل فيها الموضوع هذا مهم إذا بطبقه عن طريق النظام الصحي وهو نظام صحي يكون شامل من الكويتيين داخل الكويت وفي فكرة لخارج الكويت أنا لما رحت زيارات فرنسا وهذا قال لي يا ريت تصونها في على في شركات تأمين عالمية قال وايد أسهل عندنا المكاتب اللي قاعد تصير الدفع يتأخر شوي علينا فعن طريق اللي هي التأمين الصحي يعني في تجربة تدريجية. تمت نعم. في دول مجلس التعاون في قطر أعتقد أمنت على مواطنيها أنت اليوم فتحت الموضوع دكتور هل هذا حلم عندك ولا في خطوات تنفيذية سويتوها فعلا للتأمين وأنه الكويتيين ينتقلون إلى مرحلة التأمين بشكل كامل يعني هذه الفكرة لازم تصير عشان ترفع من مستوى الرعاية الصحية لازم في عندك فاينانس هيلث لازم يصير عندك تأمين صحي عشان ترفع من مستوى الرعاية إذا ما سويناها حنستمر ضخ مبالغ مستشفياتنا العامة ومستشفيات يعني كل مستشفياتنا بالكويت وحيكون فيها تكلفة كبيرة خاصة المستشفيات عندنا المشاريع الكبيرة عندنا الحين 7500 سرير تقريبا طيب إذا أمنت على المواطنين المستشفيات العامة اللي قاعد تبنى الآن شنو يكون دورها؟ هذه بالأخير لازم يكون لها دخل من الكرت التأمين الصحي الفكرة يعني حتى المستشفيات العامة حيكون العافية الحين قاعد يصير بالخاص حق المتقاعدين بالحكومة يقدر يروح مرة ثانية وياخذ أدويته ويتعالج ببلاش مرة ثانية فهي تكلفة مرتين على الوزارة فإذا استمرنا فالمفروض بالأخير حيكون مستشفيات الحكومة كلها يوقف هذا موضوع بس تفضل لا هي الحين مشكلة القانون ما نقدر نخصصها لأن هي صارت عامة وبدت الخدمة فيها مستشفى جابر قبل تبدأ الخدمة فيها ممكن إن فكرة التخصص حتى التخصيص يعني أحب أوضح يعني ما قال مع الوزير بأنه هو التخصيص في الاستثمار الطبي طبي نعم. مع مراكز طبية عالمية نعم. وليس لفكرة الاستثمار العادي المتاح بشكل العادي استثمار استراتيجي طبي عالمي لازم يكون فيها وتصير مثل مستشفى جابر بوتيكات مثلا حق أنا خذينا الرانكينج أكثر حالات اللي بس وضحنا يعني بوتيكات عشان شلون طريقة هم قعدنا وياهم طريقة في أجنحة معينة يأخذونها حق مثلا حالات السرطان العمليات سرطان يأخذها مستشفى معين مركز عالمي في العظام جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب يتخذ مركز معين مثل عندنا جوستافي روسي في باريس كان في فكرة يأخذون عندنا كمستشفى في باريس في جوستافي روسي مستشفى حق السرطان مستشفى روسي في باريس فهذا المستشفى متخصص حق السرطان صحيح في بوتيكات يأخذونه فيصير مستثمر استراتيجي توزع لأنه ما في مستشفى عالمي يقدر يأخذ مستشفى مثل مستشفى جابر بروحه كل التخصصات ما يقدر لا ما يقدر يأخذ تخصص لا فيأخذون خاصة حتى إحنا فكرة الحوادث عندنا تروما سنتر في مستشفى جابر 4 أدوار كبير وهذا فإحنا فكرة إنه يكون عندنا بالكويت مستوى الأول من أقسام الحوادث إحنا بالكويت ما عندنا مستوى الأول عندنا الثالث الرابع الخامس مستوى الأول شنو معناته في كل التخصصات يكون موجودة داخل في أقسام الحوادث من جراحة مخ وأعصاب جراحة العظام جراحة الترميمي ترميم شرايين الأوعية الدموية يكون متواجدين فريق كامل بالحوادث مع عناية مركزة غرف عمليات وحتى أبحاث يسوون قسم الأبحاث لها وتكون إدارة أجنبية هاي في فكرة مستشفى جابر أن تكون إدارة مع التراوما كلها يأخذونه كمبنى مفصول كمركز طبي عالمي فيها مقابل هالموضوع هذا اللي هو فكرة مثلا التأمين على الكويتين ككل نتمنى أن المشروع يرى يعني أنه يتحقق ويرى أرض الواقع ما صرف على العلاج بالخارج يعني كميزانيات 400 مليون أو 500 مليون دينار كويتي خلال ما أدري عامين أو ثلاثة هذا المبلغ تبنى فيه مستشفيات وكل المشاريع اللي تفضلت فيها ممكن تنفذ فيه بالكويت بالمقابل ما يوقف
ابتعاث الحالات الحرجة التي لا تجد علاج مناسب لها في الكويت. هل الملف هذا دكتور من خلال جولتك على المكاتب الصحية وين وصل؟ أول شيء في قرار مع قرارات اتخذتها أنت يعني بإيقاف الابتعاث للخارج. نعم، أول شيء في قرار مجلس الوزراء طلع حق الحالات اللي هي حالات السرطان وحالات الأطفال والحالات الحرجة إن ابتعاثها العلاج بالخارج، الزراعة وغيرها، زراعة الكلى والحالات الحرجة اللي صعبة، في حالات نادرة ما يقدرون يسوون هنا، ففي حالات زراعة الكبد، زراعة القلب، فهذه الحالات والحالات الحرجة تروح نبعثها برا بالعلاج بالخارج. أما الحالات الثانية الغير مستعصية والعادية لا، قاعد نسويها بالكويت الحين. اللي رحت وشفته، شفت معاناة المرضى لما رحت المكاتب الصحية، أكثر معاناتهم اللي هي طريقة اللي هي قلنا إحنا أنا غيرت من لائحة التمديد، هم أربع حالات مدتهم لأنها كانت حالات تطول. عندنا بالعلاج بالخارج الحالات هي أول ثلاث شهور المكتب الصحي يقدر يمدد لك كل شهر، بعد ثلاث شهور لازم يدز كتاب حق إدارة العلاج بالخارج وينطر موافقة، مرة تتأخر أكثر من شهر فيتوقف علاج المريض. فقلت لهم لا، ست شهور لكم صلاحية، لأن السرطان في علاج كيماوي في إشعاعي وكيماوي يأخذ له وقت، فست شهور لكم صلاحية، ما يحتاجون ما ترجعوا الوزارة ما يرجعوا ولا مع تقرير الطبيب لا يدوسون تقارير مع تقرير الطبيب. وأيضا اللي هي زراعة الأعضاء والعناية المركزة والحالات الحرجة، هذول أعطيتهم اللي هي ست شهور المدة مدة هناك عندهم. والشغلة الثانية اللي هي اللي تكلمنا عنها في مستشفى جابر، فكرتنا نحاول نخلي العلاج بالخارج داخل الكويت. يعني مستشفى جابر التخصصات اللي قلتها لاحظتها أنا، خلي العلاج اللي ممكن نقول عنه غير مستحق، الحالات اللي مستحقة اللي تروح هي أكثر شيء عندنا العظام العمود الفقري وأكثر شيء، وعندنا السرطان والقلب جراحة القلب والأطفال في حالات الحرجة في صعبة، هذه الحالات أكثر شيء اللي هي تحتاج تروح برا. فهذا لون إحنا مسكناها في مستشفى جابر اللي قلنا بوتيك مراكز عالمية تمسكها مع أطباء مع عالميين، بس لازم يدشون كمستثمر أجنبي. إذا مدشوا اتفاقية وصار اتفاقية، لاحظنا أن مع خبرتنا مع الاتفاقيات مثل ما قلنا مو المستوى اللي نبيهم بصراحة. لما يكون مستثمر يحس أننا لا دخل كثما اشتغل أكثر، أو كان مستثمر طبي هيقدر ياخذ له مدخول أكثر. فهذه فكرة مع هيئة الاستثمار كان في طرحين الموضوع، بس أنا رأيي أنه يكون عن طريق تأمين صحي المفروض، هذا مهم. والملف اللي بذكره هذا مهم عندنا اللي لازم أذكره هي الملف الطبي الإلكتروني. هذا وايد مهم عندنا عشان نرفع مستوى عندنا الرعاية الصحية. مهما سوينا إذا ما في عندنا ملف طبي إلكتروني اللي هو قاعدة البيانات، قاعدة البيانات كلها وربط لكل إلكتروني. مواطن ومقيم، كل مواطن له ملف إلكتروني كلهم يكون ربط، حتى من الرعاية الأولية عندنا إحنا ملف إلكتروني من الرعاية الأولية، بس يكون ربط مع المستشفيات العامة الببليك بين المستوصف والمستشفى والمراكز التخصصية كلها يكون. وفي ملف هذا مو موجود كان بالمستوصفات، فيه موجود عندنا بس المستشفيات لا، مو مستوين بين مع أننا تابعين وزارة الصحة اثنينهم، بس احنا المفروض يكون هذا الخطوة اللي احنا انا مشكل لجنة هي في منظمة نون بروفيت، هي غير ربحية، يسمونها HIMSS HIMSS. هذه المنظمة غير ربحية هي اللي تقيم الدول وين واصل مستوى في الملف الإلكتروني الطبي ليفل 7 من 0 ل 7 عشان تعرف 7 الأعلى أعلى شيء اللي هي ما في ولا ورقة تستخدم. هذا الملف اللي هي منظمة الصحة العالمية أو منظمة غصبية النون بروفيت غير ربحية، هي بصراحة هي اللي تقيم. دول الخليج عندنا في السعودية واصلة ليفل 6، واصلة واحدة منهم واصلة 7، بالإمارات 12 مستشفى فيهم برايفت 6 واصلين، في دول الصين وكوريا مستشفى. فعندنا في هذا عشان تعرف انت وين مكانك. احنا قيمنا؟ لا، وهذا هو لازم نسويها. فانا طلبت حين لجنه حندعم واعاده النون بروفيت، ما ياخذون مبالغ عادي لا تذكر بسيطه يعني، فيقيمون عندنا مستوى الملف الالكتروني. هذا مهم عندي اذا بطبق بعدين التامين الصحي، لان التامين الصحي يبي لك قاعده بيانات واضحه، تسعيره حق الخدمات العلاجيه والكودينج الشفرة أو النوع يعني العملية اللوز يكون F1 مثلا لها رمز معين، لها كودينج والتسعيرة لازم يكون عندك، وعندك ملف إلكتروني هني تقدر تطبق التأمين الصحي. هذا يجرنا إلى أيضا الشراكة مع القطاع الخاص. يعني أنا اليوم إذا بسوي هالفكرة هذه وبربط الملف الإلكتروني، بكرة بتعطيني الخيار أني أعالج أيضا في مستشفى خاص. المستشفى الخاص بيكون له أيضا الحرية في الدخول على قاعدة البيانات وملف المريض
اللي موجود اصلا يعني في المراكز الصحيه الاولويه او لا مو بس اولى، لان اسرار المريض هذا سر ما نقدر مستحيل. طيب شلون اذا شلون فكره التامين الصحي اذا ما تكون هي نافذه واحده اروح فيها للعام والخاص او الحكومي والخاص بنفس الدرجه؟ الا بموافقه المريض، هذا واحد. انت ذكرت يكون المريض له موافقه من الاهل، وهناك عاده يقول لك يعني لازم تاخذ يسمونه اقرار مستنير في كل شيء، معلومات تاخذها حتى بالعمليات في اقرار مستنير. وافقت انا توافقت. اذا وافقت معلومات اللي يشوف الطبيب الثاني مثل ما انت ماخذ تقريرك وتودي حق الطبيب الثاني، يعني هذا لازم موافقه من المريض. فهذه مهمه عندنا، لازم موافقه المريض في اي شيء نقل بس معلومات. إذا بس ما يقدر يدخل الطبيب بدون موافقه. افتراض انا اليوم مريض وبالعلاج نعم. فوافقت، فشلون قضية الربط مع القطاع الخاص أو المستشفيات الخاصة في أني أدخل على هذا النظام؟ هل راح تسمحون لهم؟ إذا فيها المريض مصلحته، مثل نقول أنا يعني صار لا سمح الله واحد حادث ويم مستشفى خاص والمستشفى يبي يعالجه وفي شغلات يبي يعرف عنه ملف الهيستوري، فهذه حالة طارئة ضرورية، فلازم حيكون ربط الأخير مستقبل يوم من الأيام. بس أول شيء بداية خلينا نبتدي إحنا بالمستشفيات الحكومة المستوصفات مع المستشفيات العامة مع التخصصية، الربط والخطوة اللي بعدها هذه. بس لازم يصير ملف إلكتروني عندنا بالكويت للأسف، لأنه ما عندنا متكامل، هذا مهم عندي أنا. راح يخفف الكثير على فكرة من الازدحام، لأن المريض أو اللي يرغب بالعلاج أو اللي يروح عند الطبيب، عدم وجود الملف يفتح له المجال لإعادة الشكوى أكثر من مرة، والطبيب يروح من وقته لأنه يستمع لهذه الشكوى بشكل متكرر. لو كان عند الملف لاستطاع خلال أقل من دقيقة أنه يعرف كل التاريخ هذه الشكوى ويتخذ القرار الصحيح، بدال ما المريض يضيع وقته بالحديث والطبيب يضيع وقته بالاستماع الى شكوى متكرره. وانت قاعد تلاحظ ملفات تضيع، المريض مثلا يقول ملفي مو لاقيه او روحي بالملف، للاسف انا ما احب هالكلمه، او الملف مثلا يسوي له ملف ثاني مو لاقي الملف الاول. في ناس تاخذ ملفاتهم للاسف وانا مع البيت لانه يضيع. اي فهذا انا هذه اللي بنوصلها، هذه الدرجه. اول بدايه حيكون صعب على الاطباء، يقول لك انا اسهل لي اكتب ورقه بسرعه، صعب ما يعني ما اكتب بالكمبيوتر وقعد هذا، بس بالاخير حيكون سلس بالاخير، وهذا العالم كلها صعب. حتى الاشعاعات صح. تدريب الطبيب يعني غير الموضوع اللي فتحناه في البدايه، يعني اليوم حضور مثلا الطبيب لمؤتمرات علميه شيء مهم عشان الطبيب يقف على اخر ما توصلت اليه الابحاث والتكنولوجيا الطبيه فيما يخص اختصاصه. هذا الموضوع يعني هل انتم مستقلين فيه بالقرار ولا لجان اخرى حسب ما افهم، يعني مع جامعه الكويت مثلا لجان عليا مثلا للمؤتمرات وغيره؟ لا. واحيانا يكون فيها الروتين طويل وبالتالي يطوف الطبيب هذه الفرص. اللي هو الطبيب اليوم حجر الزاويه في العمليه الطبيه. انا اليوم لما اتكلم عن الثقه في وزاره الصحه والخدمات الصحيه، ترى بغض النظر عن كل اللي تفضلت فيه معالي الوزير، اتكلم عن طبيب. نعم. هو حجر الزاويه بالاساس. صح. فهذا الموضوع قصة يعني مشاركاتهم في المؤتمرات العلمية متروك الآن يعني لدورات ديوان الخدمة المدنية، وحسب الإحصاءات أن الدورات اللي تقدم من ديوان الخدمة المدنية لتطوير الأطباء قليلة جدا. نعم. احنا اول شيء في مؤتمرات نسوي مؤتمرات في كل التخصصات في الكويت، وغير ورش العمل نسويها يعني كجراحة يجيبون أطباء زوار يشوف الحالات بالعيادة ويقعدون يتناقشون مع بعض، بعدين يدخلون العمليات يكون الأطباء الكويتيين معاهم داخل العمليات قاعد يشتغلون. والزوار أنا عندي حتى هذه فكرة على العلاج بالخارج، أول بداية قلتها الحالات اللي قلنا أكثر شيء اللي تروح برا، قلنا سرطان والعظام والحالات المخ والأعصاب حالة حرجة، قلت لهم أبيكم تزيدون عدد زوار اللي يجون عندنا بالكويت، بدال كل ثلاث شهور أو شهرين أبي كل شهر دكتورين يجيبون، تخفف من العلاج بالخارج، تدرب الكويتين. انا قاعد الاحظ الحين مثل ما قلت انت، ميزانيه العلاج بالخارج قاعد يروحون عدد كبير من الناس ومبالغ كبيره، بالاخير الطبيب الكويتي ما استفاد. الجراح ما شاف العمليه، ما شاف خبرات، ما شاف الخبره، قاعد مع انه يكون استشاريا بس يبي له خبره اكثر، يبي حالات اكثر يشتغلها، حالات النادره. فانا بهالطريقه هذه لو اجيب الاطباء الزوار مبدئيا على ما ابتدي افكر فكره ثانيه شلون اخليها العلاج بالخارج يكون داخل الكويت مستشفى جابر. فانا اذا جبت الزوار كل شهر في الحالات اللي الرانكينج اكثر شيء اللي يروحون، وادرب اطباء يكونوا معاهم، وهم بعد الاطباء الزوار هم يكونوا باللجان بالعلاج بالخارج، باللجنه الفنيه اللي تقرر هذه الحاله تروح برا ولا لا، مو بس الكويت، يكون مع الاجنبي، يقول الاجنبي لا هذه الحاله ما نقدر نسويها هني لازم تروح برا، ومو شرط يكون نفس السنتر ماله عشان لا تبين انه تضارب مصالح. في فكره عند بعض الاطباء انه اليوم كثره المراكز التخصصيه، هذا للسمع، هذا للقلب، هذا للكلى، انه هذا ايضا خطا طبي او خلاص ترند يعني راح.
أنه اليوم لازم تكون مراكز شاملة فيها كل شيء حتى الترابط والتنقل، خصوصا إذا حالة يعني ما في مرض يطلع بروح لازم مرتبط بأمراض أخرى، أنه يكون في مكان واحد. لا أنا ما أيدها إذا يكونون قرابين بعض، بس أنا أيد في شغلة واحدة. إحنا مثلا أنا كان تخصصي أنف وأذن حنجرة، تخصص الجراحة. الحين في أطباء بس تخصصهم أنف، وفي تخصص أذن جراحة الأذن، وفي جراحة أنا ما أتكلم عن التخصص، أتكلم عن المكان. لا أنا أكون يكون في أماكن يكون لازم يم بعض لتخصصات قريبة على بعض، مثلا جراحة الأورام يكون يم أنف وأذن حنجرة، يم جراحة فك وأسنان مخ وأعصاب. أنا أيد في هالموضوع هذا يكون قراب على بعض. في تخصصات لا مو شرط يكون قراب بعض، بس عندنا إحنا المستشفيات اللي عندنا قراب على بعض، بس بيكون ممكن يكون تواصل أقرب يكونون. بس أنا أيد إنه يكونون تخصصات كل ما يكون تخصصه تركيزهم أكثر. المكان أنا معك فاهم أنا قصدي شلون يكونون يم بعض في مبنى واحد صحيح. خاصة أمراض السرطان يعني مرتبطين أمراض السرطان هذا أيدها يعني. أمراض السرطان يحتاج عدة تخصصات يكونون مع بعض، هذا أيد فيها في هذه التخصص. نعم يعني انطلاقا من هالفكرة يعني عندكم اليوم مستشفى الجهرة طالع يعني يبي له يمكن 2018 آخر إن شاء الله يشغل، بتبنون مستشفى بالعدان أيضا بسعة 600 سرير وأكثر. هل أيضا الفكرة موجودة بحيث أنها شنو يكون تخصصها وحق منه وتخدم من، ولا بيظل عليها أيضا جدل مثل ما هو صاير على مستشفى جابر إلى سمعنا منك الآن للكويتيين فقط؟ لا المستشفيات الثانية حتكون بداية بعد ما مستشفى جابر، حيكون مستشفى ثانية عادة تدريجيا. المستشفى جابر ما قلت بالنهاية كله حيكون على طول مستشفى، حيكون لما يكون تأمين صحي حيدخل فيها الأجنبي، تأمين صحي الليفل عالي ممكن يدخل فيها تأمين صحي كامل مع الأجانب مع كل شيء حيكون تخصص. هذه الفكرة. أما مستشفى الجهرة وهذا فحيكون تخصصها عام، كل شيء فيه تخصصات أكثر شيء، يعني من الجراحة الباطنية الأطفال والمخ والأعصاب والإعصاب يعني مقرر أي من الآن موجودين والأجهزة حيكون هو مع التجهيز مع كل شيء مقرر كل شيء يعني مع البنيان مع التجهيز مع الصيانة مع كل شيء فيها. اليوم يعني أنت تمارس عملك في وزارة الصحة مع الوزير ضمن كل هالأولويات، أنت تكلمت في البداية أن الرعاية الصحية، لكن لو قلنا لك لك ملف واحد فقط هو اللي تدير الآن، الأولوية لأي ملف؟ أول شيء أنا سألت سؤال هذا قبل أصير وزير. سؤال أول شيء شنو أهم ملف تبتدي فيه واحد تبي. لو قلت أنا هذا اختصاصي خلال الست شهور الأولى بشتغل عليه، ملف إلكتروني الطبي هذا مهم عندي وايد. ميكنة الجهاز كله هذا مهم وايد عندي. أنت اليوم صاحب القرار في أي هذا أنا ودي أوصل له هذا أسرع شيء كذا ما أقدر. والقرار بيدك. أي بس ياخذ له وقت يعني تدريجي. بس بديت فيه. أي حين لجنة وقاعد شكل ونحاول أهل الشركات اللي مختصة في هذا الموضوع تكون مستوى عالي. مو أي شركة. محاسبة المقصرين. في أي ناحية اللي ما يعني اليوم نسمع حتى هاشتاقات نشوفها إنه الدكتور جمال الحربي يحارب أوكار الفساد في الفساد الإداري والمالي وغيره. يعني هذا الملف اليوم وين وصلت في محاسبة المقصر اللي يعني بدد أموال الوزارة ولا صرفها في غير مكانها إما بإهمال أو عدم دراية؟ أول شيء الملف يمكن لاحظت الملف نوع الخدمة الطبية. نعم يعني أول شيء الملف حتى يطال ليس فقط الإداريين والماليين أيضا الأخطاء الطبية وغيرها أيضا هذا تقصير. نعم أول شيء أول ما استلمت أنا في كان في ملف طبي في يعني شفته وقريته وعرفت إنه في لا واضح عندي فقررت حلته النيابة. هذا واضح عندي. هذا موضوع ثاني العلاج بالخارج. علاج الحالات الكثيرة صارت فيها ممكن مو مستحقة، خذيت الملف شكلت لجنة من خارج الوزارة الأعضاء غالبيتهم أنا أتحقق من الملف هذا أبي أسكره، لأن أنا بصراحة مثل ما قلت أنا صلاحي بس أبي أطور أبي أركز تفكيري كله بالرعاية الصحية وأرفع أرجع خدمة أساسية الشغلات الثانية اللي علي الحمل الشغلات الثانية لازم أحاول أحلها بس أركز قدامي شلون أرجع الثقة المواطن للرعاية الصحية. تقدر دكتور يعني أن توازن بين هالمسألتين؟ فترة قصيرة ما حقدرها بسرعة، لازم يبي لي وقت شوي تدريجيا. والملف الإلكتروني مثل ما قلت لك، الشغلة الثانية عندي تراوما سنتر بالكويت ما عندنا ليفل طوارئ المستوى المستوى الطوارئ عندنا ما وصلنا للمستوى الأول اللي قلنا عنه اللي هو العالمية لازم يغطي 1.5 مليون لمليونين نسمة. المستشفى اللي هي المستوى الأول لازم حوالي قطر يغطي 1.5 مليون، يعني بالكويت نحتاج
إلى مركزين رعاية. المركز الليفل 1 مستوى الأول الحوادث، احنا الحين مستشفى الجبر حيكون واحد وبالي الجهر حيكون، والمستقبل يكون بالعدالة الجنوبية كأنه مثلث. صحيح. فهذه الفكرة أنا بالي بعدها هي الحوادث، بس الملف الطبي الإلكتروني وايد مهم عندي هذا. هذا إذا طبقناه أعتقد حل كبير، حل مشاكلنا وايد بعد التأمين، بعد الأشياء الثانية. دكتورة، موضوع أيضا بما تفضل فيه معالي الوزير اللي هو ترتيب الأولويات، بنظرك وفقا لخطة التنمية الموجودة في دولة الكويت، تطرقنا لها أنا وأنت مع ضيوفنا كثير. صحيح. شنو أهم الملفات اللي يجب أن تكون في الرعاية الصحية حسب الأولوية؟ يعني باستضافتنا لضيوف شارع السور، بمتابعتي في البرلمان لأسئلة موجهة لوزراء الصحة حاليا وفي الماضي، اليوم أنا مقتنعة بأن وزراء الصحة بحاجة إلى لجان استراتيجية مساندة. استمعنا اليوم للكثير من الأفكار، والتنفيذ صعب. هذه الخدمة تتعلق بالمواطن مثل ما تفضلت في البداية، عامل الثقة مهم جدا. فأنا أعتقد بأن نحن بحاجة إلى فريق استراتيجي للتنفيذ السريع لكل الملفات. واحدة من الأمور اللي أنا أثناء مناقشة الخطة التنمية استغربت منها، ويمكن أكون يعني معلومات اللي عندي خطأ، ولكن تحدثنا عن مستشفى ولادة ومستشفى للأطفال الخدج ومستشفى للأطفال، ولكن بعيدة عن مستشفى الولادة. يمكن أكون غلطانة ما أعرف. إذا الطفل بحاجة إلى عناية سيتم نقل الطفل. أنا أعتقد اليوم لا، يعني في دول أخرى سبقتنا في هذا المجال، الولادة مع الأطفال الخدج مع طبيب الولادة بمكان قريب، حتى لو كان جسر، لأنك بحاجة إلى مركز رئيسي للأشعة ولفحوصات القلب وغيرها لحديث الولادة الأطفال الخدج. ثم أنت ما تقدر تخلي الأم اللي الحين توها والدة أنها تتعنى إلى كل هذه المباني وتبي توفر سيارات الإسعاف. لذلك أنا أعتقد بأن رسم الإدارة الاستراتيجية لكي تستطيع أن تصل إلى النقطتين اللي تحدثنا عنها، وهي الكواليتي مع السيرفيس، مهمة جدا في هذه المرحلة. ولا شك بأن بداية مستشفى جابر، بغض النظر عن إذا بدأت بميكنة لأهل المنطقة، المهم بداية هذه المستشفى. أتوقع وأتمنى أن الوزارة تتعلم من الأخطاء وتعالجها فورا. أبي أذكر شغلة واحدة، الملف الإلكتروني قلتها، المهم الثاني قلنا الإدارة الصحية. شلون إدارة؟ أول بداية هي أهم شيء. أنا ألاحظ المرضى لما يدشون مثل ما قلنا المستشفى، إذا شاف إدارة الكاتب الريسبشنز، طريقة استقبال كأنها فندقية، كأنها خدمة فندقية. إذا كانت هذه بدايتها حيرتاح نفسيا على الأقل لما يروح حق الطبيب. عندنا مستوى الأطباء ترى كفاءة عالية، عندنا أطباء الكويتيين خاصة المتخصصين برا بالخارج في أمريكا الشمالية وأوروبا. فبعد الخطوة الثانية حيرتاح نفسيا أصلا الطبيب، المريض لما يراجع الطبيب. أنا أعذر المريض لما يكون نفسيته متضايق لما يدش على الطبيب، يدش مشحون فأي من البداية، من بداية فالدخول، طريقة المعاملة، طريقة وين ملفك، وين هذا، روح تشوف ملفك. بعضهم يقول لي يمكن روح المخزن، روح شوف الملف. صحيح. يبلد. صحيح. فهذا هذا اللي أضايق منها، هذا الشيء أنا بوصلها أني أريح المريض بطريقة سلسة. حطيت إطار زمني دكتور حق كل يعني الأفكار الطيبة؟ نعم. إن تاريخ معين إذا ما نفذت من قبل المسؤولين اللي تحتك يحاسب. نعم. المقصر. هو أول شيء أنا قلت مستشفى جابر طبقها كإدارة أجنبية، تمسكها مع قيادة تمسكها الأجنبية مع الكويتين. إذا نجحت هذه الخطة في مستشفى جابر مع الملف الإلكتروني، لأن إحنا شكلنا لجنة نبي نطبق الملف الإلكتروني عن طريق أول شيء نسوي اتفاقية مع المنظمة اللي قلنا عنها غير ربحية، الهمس. هذه هذه المنظمة حتقيم كل شيء عندنا، مستوى كل النظم النظام. متى راح تبدي ومتى راح تنهي هذه؟ الحين أنا الحين اللجنة لا، هي يبون 3 شهور، شهرين ثلاثة من وصولهم يقيمون عندنا المستوى. أنا قعدنا وياهم، قابلتهم قبل سنة، فكانت فكرتهم أن يأخذهم 3 شهور تقريبا يقيمون عندنا الكويت. قابلتهم أنت وكيل مساعد؟ وكيل مساعد. أيوة. لأن أنا طلبتهم صراحة. أيوة. وقعدت وياهم. أيوة. لأن كانوا السعودية عندهم مؤتمرات في عن طريق الهمس مع اتفاقية والإمارات، فكان لي علاقات فقابلتهم، جبتهم الكويتيين قعدت معاهم الهمس. فهم مركز في شيكاغو معروف، وهي الماسك العالم كله اللي يقيم المستويات. فأصلا ما نقدر نسوي نظم ربط إلكتروني إذا ما في عندنا اتفاقية. طلبت من أعضاء مجلس الأمة يعني عدة شهور تقيم الوضع وتشخص وأنت ابن المكان، وبعدين قلت لهم حاسبوني بعد هذه الشهور. اليوم شكل العلاقة يعني بين
الجهاز التنفيذي وبين الجهة المشرعة والرقابية في الدولة مجلس الأمة. كيف تصف علاقتك فيهم، خصوصا يعني في تلويح باستجوابات، في يعني الطرفين انقسموا الناس، الأخوة النواب بين مؤيد ومعارض ل يعني أدائك خلال الفترة الماضية. نعم، أولا وزارة الصحة مو وزارة هي سهلة، هي خدمة مواطن يعني من أول ما ينولد أو قبل ما ينولد. صحيح، هو بطن أمه جنين. صحيح. خدمتنا حتى قبل الزواج، عندنا فحوصات نفحص قبل الزواج، احنا يعني خدمة كبيرة للمامات. فاحنا خدمة كبيرة، فهي انا اسمع الملاحظات مع تراكمي، اسمع الملاحظات، وهذا انا اهم شيء عندي خطة معينة مع مجلس، عندي الوكلاء نقعد مع بعض، ما عندي مجلس، شكلت مجلس تنسيقي، مجلس استشاري معي من الشباب الاطباء معي، ماخذين خطه معينه، دراستنا لاشياء معينه، كيفيه مثل ما قلنا اعاده الثقه، كيفيه تسهيل الخدمات العلاجيه، كيفيه طريقه. فقعدت ورحت زرت زياره مستشفيات مثل ما قلت، حاولت نعرف وين الخلل اكثر شيء، معروف بس لازم اشوفه قدام عيني، بطالع شلون طريقه السايكل علاج المريض من دخول الدوره، كيفيه حل المشاكل هذه، التركيز على اللي هي البارامديكس، الاسعافات الاوليه، الطوارئ الطبيه، المسعفين، رفع كفاءتهم، لان احنا الحوادث اول شيء عندك الوقايه، وعندك قبل المستشفى كيفيه التعامل مع المريض اللي هي الدقائق او الساعه الذهبيه للحادث، واقسام طوارئ الحوادث، وتاهيل العلاج الطبيعي بعد الحادث. فالدائره كلها لازم ادرسها كلها كامله. خلال هذه كلها عرفت فين وين الخلل عندنا في كل مكان معين، من الرعايه الاوليه تركيزي اكثر شيء مثل ما قلنا، رفع مستوى الرعايه من الاطباء والتمريض، تركيز يخلي المرضى يروحون الرعايه يقل من كثافه في المستشفيات، ضغط المستشفيات، كيفيه تخفيف السره داخل الملاحظه داخل الحوادث. خلال يعني هالفتره هذه اللي نتكلم عنها اليوم، المواطن يعاني من مواعيد بعيده المدى، 3 شهور واربع شهور لبعض الامور التخصصيه. هل حطيت في الاعتبار دكتور مع الفريق هذا الاستشاري من الأخوة الأطباء أنه يعني هذا أحد أهدافنا أيضا تقليص المدة بحيث أنها تكون بالمدة المعقولة والمتعارف عليها طبيا؟ نعم، هو عندنا مواعيد مثل مواعيد الأشعاعات المقطعية والرنين المغناطيسي، هي بالكويت في المستشفيات عندنا مواعيد في متخالفة، في بعضهم قريبة في بعضهم أبعد شوية. أنا لما رحت حتى في ناس رحت أوروبا وأمريكا، في بعض المواعيد اللي هي مو حالة حرجة، مواعيد ترى بعيدة، الرنين المغناطيسي والMRI بعضهم أبعد المواعيد اللي عندنا بالكويت إذا حالة غير حرجة. فأنا طريقة معينة قعدت مع القسم مجلس أقسام الأشعة أن يكون مستشفيات مساندة حواليها، الموعد اللي عنده أبعد يحاول يساند المستشفى إذا كان عنده زحمة، اللي هي بعد الظهر يداومون بعد الظهر فيها، يأخذون الحالات اللي بعد الظهر. فهذه الطريقة قاعد نخفف فيهم بعضهم، ما عندنا المتقاعدين قاعد يروحون على طريق تأمين عافية، قاعد يروحون القطاع الخاص الأشعاعات المقطعية والرنية، هذه خففت الضغط عندنا من ناحية. فهي طريقة تنظيمية أكثر، وزيادة السعة هي مشكلة المكان فيها بعض الأماكن ما تقدر. عافية الآن عافية يشمل أخواننا وأبهاتنا وأمهاتنا المتقاعدين. نعم. في فئة الدولة تدفع لهم يعني أيضا معاشات. نعم. اللي هي يعني ربات البيوت. هذا قرار. هل في فكرة إنه يعني يدشون ضمن عافية؟ نعم. اليوم كانت في اللجنة الصحية. اليوم. طرحناها أي القسم اللي معي من القياديين إنه تشمل بعد ربات البيوت معهم مع اللي هي المتقاعدين، فهذه الخطوة هنطبقها ان شاء الله. اتخذتوا فيها قرار؟ اي يعني ناخذ خلاص اليوم، يعني اليوم قعدنا وناخذ قرار ربات هذا البيوت. هذا يعني لاول مره تعلنه؟ اي اول مره اعلنه، اللي هي ربات البيوت حيكون فيها، وممكن بعدها في مراحل ثانيه بالاخير. متى راح يدشون ربات البيوت مع عافيه؟ قريب ان شاء الله، يعني احنا الحين شنو احنا بدينا بشهر 10 احنا عافيه، شهر 4 انا حقيم اول شيء تأمين صحي عافيه بشكل عام، بشكل عام لان 6 شهور لازم اقيمها. هذا والله يمكن الوقت ما يمدينا نفتحها، يعني في نقاط كثيره. اي لان ليش لازم تقييم اي مشروع لازم اقيمها انا قبلها، لان الحين تجي بشهر 10 سنه. وصلتكم شكاوي على عافيه؟ في ملاحظات، فانا ابي اقيمها، بس ما تكون تقييمها من وزاره الصحه بس. عندكم ما بيكون تضارب مصالح فيها. نعم، فكره المتسوق السري اللي هو اللي يروح يطيب. عندي ناس بيكتبوا لي تقارير في ملاحظات ببعضهم ان التاخير موافقه، بعضهم يلاحظونها في تاخير موافقه، ودنا الجهاز التنفيذي كله يسويها عشان يقيس الخدمه. نعم. بدون رتوش تجميل. نعم. 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 مع ان المواطن مو مقصر بالسوشيال ميديا. نعم. بس الدكتور يعني اذا بس تسمح لي نسمع، يعني اليوم تكلمنا عن اشياء ايجابيه كثير، واحنا نعرف ان الواقع مر صح. احيانا نسمع عن انتشار فيروسات
وانتشار ميكروب معين ودائما في وحدة من مستشفياتنا العامة إن لا تطولون لأن في ميكروب، وبعدين وزارة الصحة تكذب هذا الخبر، وبعدين يعني هل هناك شيء بخصوص تعقيم هذه الأجهزة أو هذه غرف العناية المركزة؟ احنا عندنا قسم من العدوى والتعقيم كلها في مستشفياتنا، فأي في لا سمح الله في اشتباه في جرثومه ميكروب في مسح يسوونه معروف عندنا في العنايه المركزه، وفي جهاز الفلتر الضغط مثل الكشف المبكر، الكشف المبكر عندنا مسوحات، وبعدين يسكرون الغرفه اصلا اذا فيها شيء ما يدش فيها تعزل خلاص نهائي، وان ما سكروها انتم تحاسبون نحاسبهم اكيد يعني عاده. بس احنا شنو نقول حق المرضى؟ بعض المرضى ياخذ لفتره طويله مثلا اذا ما يحتاج السرير في عنايه مركزه او هذا ممكن تصير عدوى من مريض ثاني عنده صديد خراج مثلا التهاب، ممكن لان مناعه المرضى اقل من المناعه الطبيعيه حيكون اقل، فمعرض انه يكسب او يعني يحوش اي التهاب. دكتور في امر ما فتحته معاك تحب تفتحه في دقيقه؟ بصراحه اللي فتحنا كل المواضيع، بس في مواضيع مهمه عندي اللي هي اللي قلتها انا هذه اكثر شيء. ثاني شيء شنو سويت عشان حفاظ على المال العام؟ هذه ملاحظات لازم مهمه نقولها. شنو سويت؟ اي اول شيء انا سالتك عن الموضوع في موضوع محاسبه المقصرين. اي هذا ركزت عليه، يعني انا جددت وفعلت المكتب التدقيقي والمتابعه، مكتب تدقيق ومتابعه مكتب الوزير لردود او ملاحظات الديوان محاسبه كلها، لان في ملاحظات وايد عندنا في ملاحظات ديوان. ممتاز. اتابعهم من عندنا قانونيين من ماليين يتابعون معاهم، واتابع دوريا معاهم التاخير في الردود شنو الحلول لها بسرعه يعطوني ردود لها. في موضوع عندنا بعض الملاحظات مثلا عممت قرار وزاري الاجهزه الطبيه والمعدات الطبيه بعضها تكون في ملاحظات أنا ما في مخازن مسودة أو مخزن لهم للحفاظ على الأجهزة كان في السابق ملاحظات يحلونها، والوكيل المختص هو المسؤول عن الموضوع هذا كيفية تنظيم وتنسيق هذا الموضوع، موضوع غير الأجهزة موضوع المشروعات الهندسية إنشائية تأخير في الإنجاز بسبة البلدية طلعت المواقع مثلا يتأخرون يأخذون موقع فيصير تأخير بالإنجاز، هو مو متأخر بس لازم كانوا ماخذينها قبل صحيح. الموقع ففي ملاحظات فهو مسؤول عنها شو الهندسية يعني، وحتى الأدوية يعني كلهم حبيت أنا أخليهم كل وكيل مساعد يتابع الموضوع اختصاصه اختصاصه يتابع في الموضوع هذا. نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك. ودكتور عذرينا على الملف قاعد يعني كلموني على التوقيت، فنتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في كل ما طرحت. اليوم أنت موجود في كل بيت من بداية يعني وجود الإنسان كجنين في بطن أمه لين الممات، هذه الوزارة تؤدي هذه الخدمات صحيح. فنتمنى لكم كل النجاح لما في مصلحة الكويت إن شاء الله بالمقام الأول والأخير. شكرا ومن لكم الصحة. شكرا إن شاء الله أكون خفيف الظل المشاهدين إن شاء الله. شكرا يعطيك العافية. شكرا لمعالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي كان ضيفنا في شارع سور. شكرا دكتورة. شكرا لكم وعذرينا إن شاء الله بالحلقة أكيد بعد العيد الوطني بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. إلى اللقاء، وإن شاء الله نتمنى دائما الخير للجميع ولمتابعينا في شارع سور. إلى اللقاء.